بمناسبة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، شاركت الثانوية الإعدادية في هذه الأبواب بتأطير رحلة مدرسية لتلاميذ المؤسسة من أجل الاطلاع على مؤسسة الأمن الوطني في إطار تفعيل الحياة المدرسية والتواصل مع الانفتاح المحيط. شاركنا مع هؤلاء التلاميذ فتعرفوا على هذه المؤسسة، وهي من المؤسسات الوطنية الرائدة في الدفاع عن الوطن وحمايته. دائما نجدهم بجانب المواطن وفي خدمة الوطن، ودائما تحت قيادة شعارهم الخالد الله الوطن الملك. بالنسبة لرجل الهجوم كتعتبر من عناصر المحورية والمهمة داخل منظومة ترويض كلاب الشرطة، وبالتالي تم اختياره من بين العناصر السينوتقنية اللي خصهم يمتازوا بواحد الصفات اللي كيمتاز بهم الرجل الهجوم، وهي اللياقة البدنية والسرعة في الحركة، واللياقة البدنية والسرعة في الحركة، والحنكة بمعنى أنه خصو يكون حريفي وكيعرف السيكولوجية ديال الكلاب وكيفاش التعامل معهم، وناهيك على الشجاعة، خصو يكون عنده الشجاعة هي. العرض المقدم من طرف الدراجيين هو عرض ضمن المنظومة المعتمدة ديال اللوحات في الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة، كذلك تأسيس ديال المديرية العامة للأمن الوطني في دورتها 68 بالمدينة الجميلة مدينة سوس، المدينة الرائعة اللي استقبلتنا بواحد الحفاوة، واللي الجمهور تبارك الله كان حاضر من اليوم الأول ديال الافتتاح ديال الأبواب المفتوحة، واللي الهدف منه دائما هو الإطلالة من طرف المواطن على العمل الشرطي وعلى طريقة العمل ديال المؤسسة الأمنية، اللي الهدف ديالها دائما هو المحافظة على الأمن والأمان والسلامة والأرواح ديال والممتلكات ديال المواطنين. إلا جينا نتكلموا على العرض المقدم من طرف الدراجيين، هو عرض فيه نوع من التشويق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الكفاءات المحصلة عليها من طرف الدراجيين اللي خضعوا لواحد التكوين معتمد بالمعهد الملكي للشرطه لمده معينه حسب نوعيه التخصصات على دراجات مختلفه من ناحيه الحجم، من ناحيه الاسطنه، من ناحيه قوه الدفع. المده الزمنيه اللي كتختلف باختلاف نوعيه التخصص، واللي كيف قلت لكم تحصلوا فيها المشاركين على مهارات اللي تبارك الله اهلاتهم باش يقدموا لنا عروض مميزه بهذه المدينه الجميله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.